اسلم بسيت اليوم كما شفت في العنوان اول نهار في الجامعة، يعني اول نهار مش نقرا فيه، يعني هو صحيح مشيت للجامعة already وعديت، كان شفت الفيديوهات اللي فاتوا ومشيت، يعني هزت الكارت ديو برشا حاجات، معنا مشيت لها مش اول نهار ليا، اما جوست اول نهار في القراية، اول نهار باش نمشي للجامعة كستودنت باش نقرا. دونك حبيت نسكن معايا مش على حاجه، راه جوست خاطر نعرف شكون يونسني، حاسه روحي هكا وحدي شوي واول نهار ودرا كيفاش، يعني ما حبش نحس حاجه كبيره اونستلي، خاطر تزيد توتر. دكتور لازمني نخرج على خاطرني عندي جواب باش نهزه باش نبعثه، وبعد باش نهز مترو ولا كار، عندي فكره الحق. المهم تنشوفوا هاي اي، ونقرا اليوم توا 3 غير درجين، وانا نقرا 3 ونص حتىش ل 7 غير ربع، ايماجين 7 غير ربع، يعني عمري في حياتي ما كملت 7 غير ربع من قرايه اوفيشال، يعني في مدرسه ولا في ليسي ولا في كوليج. دونك نوعا ما نحس هالتعس في على حقي كانسان اني اخرج السته ونروح هناك، خاطرني ديجا ما تغديتش، فهمت اش كذا بكم في الديتيلز هذوما، يعني مكسرك في روسك. المهم باش نهز الماء نتاعي، تليفوني او تليفوني لوج عليه وانا نصور بي كهو يا نورمالي ذاتس ات. بسم الله كرا، تحسوني بطه وحيده ك اي كي انا بقعد وحدي ك مشي ثاني باش نكلم حتى حد، مش ثاني نعرف على حد، انا بقعد وحدي كي البطه ك كي نيرد فروت طاوله الاول مش بيكلم حتى حد وما نكلم حتى حد. باهي لازمني نزرب على خاطرني باش نشري كولا ولا صمغ ولا اللي هو، باش نلصق الوحدة متاع الجواب، ومن بعد باش نتعدل البوسطة ونحطها، ومن بعد نشوف شنية أول وسيلة نقل افيلبل، يعني اللي نشوفها موجودة. جست لازمني نزرب على خاطر ماذا بيا نخلط للفاك زون ربع وربع باش نضيع ضيعتي، ونبدا ما نعرفش السال وكل مريحة في امان وسلام، ومن بعد ندخل نقرا. فهمتوني تو لازم ينزل خاطر كبير وانا نتمرخ. اي وصلت حفظت الهالوين، تو تنشوف كولا في صفيصة، ما فهمتش علاش كل ما ندخل للسوبر ماركت ولا حاجة نبقى نتمشى تقول جاي نعم في ما نعرف شنو كولا. شو الزحمة شو حاجات مزيانين هكا متاع جليتر ولا كيفاش، نوين لازم نركز. كملتهم البوسطة وتو 3 درجين، شنو باش نعمل؟ نشوف الخطة الحكيمة نتاعي. اي انا باش نمشي نشوف الكار الجاية وقتاش، و at the same time تنبقى نخزر للليني نتاع المترو قدامي. اول ما نشوف مترو جاي من بعيد باش نمشي نبقى نمشي باش نشوف زاد المتروات وقت يجوا، فهمتوا؟ دونك اول ما نشوف مترو قريب نمشي، اذا كان لقيت الكار زاده ابقى نستنى. دوكو تاو شنو حاجه باش نعملها هي انا باش نشوف وقت الكار، خاطر ما قراب راي ابي اللي على اليمين تاع البوس على اليسار تاع المترو. تاو 3 6 دقائق 16 دقيقه، يعني مازال برسك 3 4 دقائق ينجم يجي في المترو، نمشي نشوف المترو سينو نرجع. شفتوا القرارات الحكيمة؟ مترو غادي مازال 5 دقائق، دونك اي شود بروبلي نرجع للكار. روح نار يا ربي حني، لازم نسميها الافكار الغبية مش الافكار الحكيمة. بليز 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 شك شكر يا ربي ان شاء الله نخلط. باش وصلت توا بريسك 16 دقيقة الحمد لله اي سرفايفد، خلف شوي جري. المهم هم برشا عباد
وقاعده نحس بالدوخه. لا لا عادي يوكارتك. المهم توت نمشي نشوف روحي في انا سال نقرا ونشوف سال وين ونمشي. ضحكة متاع ستريس متاع برشا حاجات برشا عبيد. او ماي جود مسيش مسيش مشني وحدي هيك معايا. اي هيت التجمعات الانسانية honestly من الاخر. مسيش مسيش بلا سادي جيت عادت في اول اكزاما لبيك تسلم على بعضها كاليهم عام ما شافوش بعضهم وانا كيف لقيت السؤال نفس عديت فيها تاني ولا بجنب مجلس تنو قد تفرج على عبيد اللي عايشين حياتهم يسلموا على بعضهم وعندهم اصحاب. Yeah, long time. Why are you sitting in the phone? You trying to get started? 3 days after our last call. You're trying to get started. Yeah, it's all the same. Yeah, it's all the same. Yeah, kind of anonymous the administration, and then they like order everything, and then they say yes, it's confirmed, or no, it's not. There is something else going on this day. كملنا اليوم الأول بسلام. كملنا. شو بنصحب الإمارات؟ مجتمعين كانوا يحكوا. الحقيقة اتوزن عيسى. كنت سوسيابل يعني نوعا ما. حكيت مع عبيد، تعرفت على عبيد. جست أوكي نخرج نحكي لكم بديت. يبدا الباب مسكر هذاك علاش قاعد وغادي وانا جاي نطنفح انا وحدي وكارتك. شكرا محلول. منظر جميل الحق. مش نتنهز حتى وسيله نقل نمشي على رجلي. قلت لكم اني نتا نبقى وحدي مش اذا نحكي مع حتى حد ودرا شنو. اما لا تشوك شكر استنوا نحط الصوت. لقيت ديجا صديقتي هكا خدمت معاها مرة برزنتيشن اونلاين دونك لقيتها وحكيتها تحكيت معايا يعني ديجا ديك من هارت من هارت الاكزاما عرفتها يعني ريال لايف. وزيد الطفلة اللي بجنبي حتى يعني هكا سألتني ايش اسمك ودرا شنو منين انتي دونك ات واز نايس. ومن بعد قعدت مع صديقتي هذيك اللي هي من سريلانكا يا اخي تعرفنا على طفل اللي هو قرا معايا زاد اونلاين ما انا ما نعرفش ما هو قال لي راني شفتك من بلغاريا اي ثينك. المهم جوست اسمها هكا درا كيفاش يا اخي قال لي يعني عادي نادولي نادوني ايمي فوالا قلت هاي دي ايمي ساهل يعني كيما ايمي عبد العزيز. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. المهم ومن بعد زاد يعني المهم عرفت برشا وحايد وحايد زاد معايا مسارة دونك قلت لهم انتم عايزين ايه؟ انت عايزة ايه يا اختي؟ المهم دونك ات واز نايس يعني هكا فيري انترناشونال كلاس نوعا ما. المهم جايز دونك نوعا ما ات واز جود كتبنا اسامينا ك وتعرفت علينا بالواحد بالواحد حس روحي رجعت لايام المدرسه. انا ما تفكرت نهارات الاولى نتاع المدزيد نهار الاول دخلت التواليت فكرت على روحي الباب وغردت غردت 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 على ايامي الزرقاء. كلي حسيت شو يصير فيا في المستقبل كلي يعني. It wasn't a very good first day. خاطرني بقيت وحدي ما نحبش نحكي. المهم دونك اي هوب انكم انتم زاد اول نهار في الجامعه في كل الدنيا مسكره غادي تي شنو انت هو تي شنو من انت نخرج اوف شو بربي جريت على روحي تي ما انت كاين البلايص اللي يبدو ما فيهمش منين تخرج نوح لك برا التو نوينك. المهم
نستغل الفرصة اللي أنا ضايعة ونحكي لكم. فهمتوا دونك إن شاء الله لكم أنتم زادة عديتوا نهار أول نهار في الجامعة مزيعين، ما حسيتوش بالوحدة، وحدة كان حسيته بالوحدة it's okay يعني عادي تتعودوا. مش نقصد هكاك، ما نقصد يعني لازمكم تتعودوا انكم تعيشوا وحدكم ويكون عادي عندكم، فهمتوا؟ خاطر هكا تجي برشا حاجات تتكونوا لازمكم تكونوا وحدكم، تكونوا obliged مثلا انكم تمشوا الريستوران والا بلاصه تاكلوا فيها تبدو وحدكم، وما لازمكمش تقلقوا يعني، حدا ولا تقلقوا لازمكم تتعودوا، عرفتوا شو قصدت؟ هكا هو. الحمد لله الحمد لله على النهار هذاك فاش تعدى، شكر. وتوا تاني نمشي نروح، هذيك مش صاحبتي. توا تاني نمشي نروح وناكل على خاطرني I'm so hungry وما تغديتش. أذكركم كل أصحابي يعني أنا مشيت نجري هاربة منهم يا أخي، فجأة نلقاهم قدامي. guys كما شفتوا كهو يعني جست روحت وتوا قاعدة نحضر في العشاء، ولو أنا حاضر يعني جست عندي رز بالخضرة أمس طيبته وبقامنة دونك تناكله الليلة. تنعمل معها شوي بطاطا ما نعرفش بالله متى هي هكا عرفتوا هيج مع البطاطا ناكل فيها فريت يعني. That's it. I hope أن الفيديو عجبتكم ونهاري اللي ضحك عجبكم، ويعطيكم الصحة أنكم كنتوا معايا ديما معايا عرفتوا، كان حس شرحي وحدي ولا اللي هو. وتوا جوست نمشي نتعشى وتنكلم عائلتي يعني، ونبقى قاعدة ونرقد وغدوة الله أعلم شنو ينجم يحمل لنا معاه. أتوا إن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي والروز شد.